رح نحكي في هذا الفيديو عن التواصل بين فريق العمل اثناء اقامة الفعالية، اهم شيء انه ما يكون التواصل عن طريق رسائل نصية يعني لازم التواصل يكون باجراء مكالمات هاتفية عشان الاجراء يكون فوري، ولازم تكونوا ضامنين تسمعوا التليفون لما يرن، خصوصا في الفعاليات اللي الصوت فيها بيكون عالي، ومن الامور المهمة في التواصل هي انه ما يخجل اي واحد من فريق العمل من انه يطلب من زميله المعني اي شيء مهما كان. حتى لو كان طلب بتعلق بالحمامات أو النفايات كل شخص مثل ما قلنا له دور وعليه مسؤولية إجراءات ما بعد الفعالية بتشمل تجميع كل الأغراض اللي كنا جايبينها عشان الفعالية مثل شاشات العرض، الميكروفونات، المعدات، المجسمات إلى آخره وتحميلها في سيارات عشان على مكانها اللي جبناها منه وطبعا تنظيف المكان مهم جدا سواء كانت الفعالية خارجية أو داخلية بعد هيك في نفس اليوم أو في اليوم التالي لانتهاء الفعالية لازم كل أعضاء فريق العمل يجتمعوا ويشارك كل واحد فيهم الملاحظات اللي سجلها سواء كانت إيجابية أو سلبية ولازم مدير الفعالية يشاركها مثل ما قلنا مع الجهات الراعية ومع كل المعنيين مين ما كانوا يكونوا وطبعا هاي المعلومات بتفيدكم كتير في الفعاليات المستقبلية نحكي هلأ عن تقييم الفعالية أفضل طريقة أنه يكون التقييم عن طريق المقاييس المقياس مثل ما قلنا في أكثر من كورس سابق هو مؤشر بتقيسوا من خلاله مدى تحقق أهدافنا والمفروض إنكم لما حطيتوا الأهداف اللي بدكم تحققوها تكونوا حطيتوا لكل هدف مقياس أو أكثر فمثلاً لو كان واحد من أهداف الفعالية هو بيع 300 تذكرة قبل انتهاء الفعالية فالمقياس هون هو عدد التذاكر اللي انباعت بالفعل وإذا ما انباعت التذاكر كلها بدكم تشوفوا ليش عشان ما توقعوا في نفس الخطأ بالفعاليات المستقبلية تقييم الفعاليات بشكل عام بيعتمد على طبيعتها بس في اعتبارات مشتركة رح أقولكم عنها كل شخص معني بإدارة الفعالية لازم يراقب كيف الأمور عم تمشي والفعالية شغالة ويسجل ملاحظاته إذا كانت الفعالية أكثر من يوم اجتمعوا بآخر كل يوم من أيام الفعالية وشوفوا كل الملاحظات وظبطوا الأمور إذا في شيء مش مزبوط إذا الفعالية كانت عبارة عن يوم واحد فهاي الملاحظات بتكون مفيدة للفعاليات المستقبلية مثل ما قلنا من الأمور المهمة كمان أنكم تكونوا محضرين استبيانات لرضا الجمهور عن الفعالية من عدة جوانب هاي الاستبيانات ممكن تكون مطبوعة على ورق أو إلكترونية من خلال الإنترنت وطبعا أهم إشي أنكم تستفيدوا من الملاحظات اللي بيقدمها الجمهور لأنه هذا هو الهدف الوحيد فعليا من الاستبيانات في بالكتيب الخاص لهذا الكورس 17 سؤال ممكن تستخدموا بعضهم او كلهم او تستلهموا منهم اسئله للاستبيان الخاص بفعاليتكم، ومن الامور المهمه بالتقييم كمان هي الميزانيه الماليه، بمعنى انكم تقارنوا بين الارقام اللي كنتم متوقعينها على الورق والارقام اللي تحققت على ارض الواقع عشان تستفيدوا من المقارنه في الفعاليات المستقبليه. بلاقيكم في الفيديو الختامي.